ذبيتين يوم هنا صقرتيني سقطت ارد اروح على المطبخ ما اقدر ارد اروح من الحمام اسبح ما اقدر يعني معاناتي شفتها والمر شفتها مشايخ حياتي كلها انا هرب الامس الله كريم الله كريم حجي شلون يعني؟ نعم والله ما قصرت قالت الملابس اطوها كم قطعه هاي مجازات لا قالت ما عندها حسن انت ليش تسوي هيك هي دنيتي كلها هي امي والله هي صديقتي الله يحفظ لك اياها الله يحفظ لك اياها وكل هذا اللي اسويه قليل يعني انت الله شلون يوفقك اذا ابوك وامك ما راضين عليك انت بايدك تقرر كيفك تداري امك لو ما تداريها يعني رباتيش وتعبت عليك احنا اليوم نحرفكم على القرار حتى يكون القرار بيدكم ودائما نقول الك القرار.